مشاهدينا الكرام، الشق الثاني من نقاشنا يتمحور حول استحداث اللجنة القطاعية لتسيير ملف التشغيل، ربما ستكون خطوة نحو حلحلة هذا المشكل في الجنوب، حيث أشرف صبيحة أمس الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نيابة عن الوزير عبد الرحمن الحفاية خلال مراسيم التنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بتسيير سوق التشغيل في ولايات الجنوب. عن هذه اللجنة يحضر معي الأستاذ هنوني محمد نائب ولاية إليزي، أهلا بكم سيدي، مرحبا. أهلا وسهلا. وكذلك يحضر معي عن يساري الأستاذ صالحي عبد الرحمن نائب عن ولاية ورقلة، أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. أبدأ من على يميني، ربما الكل يتساءل عن أعضاء هذه اللجنة وربما ما دور هذه اللجنة. أولا وقبل كل شيء نشكر قناة شروق نيوز على هذه الاستضافة وعلى إتاحتنا هذه الفرصة كما تعودنا على ذلك. أولا وقبل كل شيء، ثانيا نحن لا نشك في نية الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول وزير المالية الذي قام بتكليف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على تنصيب هذه اللجنة المكلفة. هي لجنة سموها لجنة قطاعية مكلفة بتسيير سوق التشغيل في ولايات الجنوب، 20 ولاية الجنوبية. وهذا التنصيب هذا احنا استبشرنا به خير ان شاء الله، لانه فيه دوائر وزارية عدة من بينها التكوين المهني، السياحة، الفلاحة، الطاقة، الصناعة، وزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ولكن يعني ممكن هذه اللجنة رايحة تقوم بدور فعال إن شاء الله في ترقية سوق التشغيل خاصة في ولايات الجنوب 20. وإحنا يعني حبذا لو كانت يعني موسعة تضم على الأقل منتخبين، يكون فيها منتخبين، يعني يكون فيها المنتخبين، لأنه منتخبين ممكن يقدروا يعني يساهموا في سوق التشغيل على مستوى الجنوب، خاصة منتخبين يعني ممثلين عن ولايات الجنوب، وجمعيات المدافعة عن حقوق البطالين. كما تعلموا أنه عندنا جمعيات على مستوى جميع ولايات الجنوب، كاين جمعيات اللي راهي تدافع على حقوق البطالين. حتى هذه الجمعيات هذه لما يكون في عندهم تمثيل في لجنة مثل هذه، ممكن تكون عندهم حلول يعني جذرية، وممكن تكون عندهم رؤية لهذا الملف هذا، لأنه ملف شائك شائك جدا جدا. وهو كذلك أعود إليك أستاذ صالحي، اليوم هذه اللجنة باعتبارها ستكون ربما خطوة للحلحلة، حلحلة هذا المشكل في الجنوب، اليوم دورها الذي ستلعبه على هذا الصعيد كبير وكبير جدا، وقد يعني يتجاوز فقط دورها اللي نصبت من أجله إلى استقرار الوطن كذلك، لأن الأحداث الأخيرة ما هيش بالهينة. شكرا لقناة الشروق على هذه الاستضافة في هذا الموضوع الحساس والهام والذي يمكن أن يؤثر حتى على الاستقرار الوطني. وأشكر أيضا الحكومة لأننا في تنسيق كنواب، في تنسيق مع وزراء الداخلية ووزير العمل أيضا من أجل حلحلة هذا الملف الذي أثر كثيرا على استقرار الحياة الاجتماعية في الجنوب، خاصة في ولاية ورقلة، دون أن نهمل بقية مناطق الجنوب. اليوم استجابة، وكان لنا تقريبا منذ يومين تقريبا لقاء مقتضب وبسيط يعني مع وزير العمل ووزير الداخلية، وأكدنا له على ضرورة تحديد موعد لإرسال هذه اللجان. الحمد لله اليوم استبشرنا خير بعد يعني الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة من أجل الحل. وحتى نضع المشاهد يعني في الصورة، خاصة الذين يتابعوننا في الجنوب وفي ورقلة على وجه الخصوص، لأنها المنطقة التي أصبحت على غير الاستقرار يعني على المستوى الوطني، خاصة ملف الشغل. إذن السادة الوزراء، وبعد طرحنا للحالة العويصة لملف الشغل والأحداث التي شهدتها ولاية ورقلة مؤخرا التي لم تكن بالهينة وكانت كبيرة، وكنا ننتظر أن ترسل اللجان من أجل تهدئة الأوضاع، يعني النواب الثلاثة لورقلة تقريبا بذلنا مجهودات كبيرة، إضافة إلى نواب الزملاء أيضا في الجنوب، لقاءات متواصلة مع وسيط الجمهورية، وزير الدولة، مع وزير التشغيل، مع وزراء الداخلية، مع بعض الوزراء، من أجل
حلحلة هذا الملف. هذا الملف كرهنا وسئمنا من الحلول الترقيعية، نريد حلول جذرية تعالج من العمق، وبالتالي هذا الطرح يعني من الوزراء وجدنا أنهم أذان صاغية واستمعوا لنا وقلنا أننا نريد، وقلنا لهم بالحرف الواحد سئمنا من هذه الحلول الترقيعية ومن سياسة البريكولاج، نريد حلول لإعادة طمأنة الشاب في الجنوب. اليوم شباب متخرجون من الجامعات بشهادة ماستر ليسونس حتى مهندس دولة سابقا، اليوم رأوا أنفسهم أمام شبح البطالة. تخيلي 40 سنة شاب بطال، 40 سنة وقتاش يبني حياته، 35 سنة 40 سنة، إذا مشكل عويق وعويص جدا. وهو كذلك اليوم هذه اللجنة، ما الذي يمكن أن تتبعه كآليات وخطوات وكذلك استراتيجيات من أجل يعني إيقاف هذه الآفة واللي راهي عمالها يعني تزحف أكثر وأكثر، ليس فقط على الجنوب وإنما على كل مناطق الجزائر؟ ولازم تكون رؤية موحدة، لازم تكون رؤية موحدة من جميع القطاعات، من جميع القطاعات الفاعلة في هذا الملف هذا. احنا بالنسبة لهذه اللجنة اللي تم تنصيبها امس، تقريبا تمس جميع القطاعات اللي عندهم علاقة بملف التشغيل على مستوى الجنوب. وبالتالي احنا اليوم الإشكالية ما بقاتش كيما سابقا، يعني في المستوى ما بقاتش في الشهادة، ما بقاتش يعني في عدم وجود المستوى، في عدم وجود الشهادة، في عدم الإشكالية دركا بقات راهي يعني تقدر تقول الكرة في مرمى المؤسسات البترولية، في مرمى المؤسسات في الشركات العاملة على مستوى الجنوب، إنهم يخلقون مناصب على حسب الشهادات اللي عندنا، على حسب الكفاءات اللي كاين، على حسب الجنوب ما شاء الله عليه. والجنوب يعني راه جامعات راهي تخرج في الجنوب، جامعة ورق لا راهي جامعة عندها سنوات وهي تخرج في 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 راهي تخرج يعني في 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 جميع الشعب. مركز جامعي إليزي، جامعة طامراس، جامعة أدرار. وبالتالي إذا كان احنا ما قمناش بعملية احتواء وعملية يعني كما يقولوا وضع الأصبع على الجرح من أجل يعني إيجاد مخرج، يعني الملف هذا سيتأزم يعني بطريقة. يعني هناك نقطة أخرى، هناك من يقول لك انه دوك البطال راح يحوص غير على الشركات البتروليه والشركات النفطيه. هناك اشكال واحد اخر، ماذا بينا هذه اللجنه القطاعيه هذه ما دام فيها جميع الوزارات انها تشوف حتى المناصب بالشغل الشاغره على مستوى الادارات العموميه، على مستوى الوظيف العمومي، على مستوى جميع الادارات اللي راهي متواجده على مستوى الولايات. هناك مناصب شغل راهي كما نقول مناصب راهي شاغره على مستوى جميع الادارات. ماذا بينا هذه اللجنه هذه توضع يعني رؤية واضحة اللي نقدروا احنا كممثلين للشعب ممكن نساهموا، ممكن نشاركوا، ممكن عندنا رؤية، ممكن جمعيات كما قلت لكم في البداية، جمعيات حقوق الدفاع عن حقوق البطالين عندهم رؤى، عندهم لازم إشراك جميع الفاعلين في هذا الملف من أجل الخروج ولو ب30% من الحلول ولو 30%. ووضعت نقطة حساسة أستاذ، اليوم الشاب كذلك يعني لما يتوفر له عمل في بعض يعني المهن ما يحبش يروح، كأن مثلا الفلاحة ما يحبش يروح لها الشاب. اليوم ما الذي يمكن أن توفره هذه اللجنة من أجل هذا الشاب حتى يقبل بجميع المهن؟ والله أظن أنه كما ذكر زميلي النائب، أظن هذه اللجنة تحتوي على عدة قطاعات، وأظن أن الفلاحة هي إحدى هذه القطاعات. أكيد أنه الشاب عندما خاصة عندما يحدث عندنا في ولاية الجنوب، أنه الشاب عندما يرى تلك السلوكيات والخروقات التي تتم عندما تستقدم مثلا، نوضح جيدا، عندما تستقدم مثلا أكيد الجزائر جزائرنا وورقلة وحسين سعود معليش قاعد نسألوا فيها كما نسالوا في باقي أنحاء الوطن وفي كل الوطن، لكن عندما الشاب هذا اللي يجي يافع يتخرج بعد دراسته لعدة سنوات في الجامعة بعدين يشوف أنه هنالك بعض التجاوزات، أنه يتم استقدام يد عاملة من مناطق أخرى في حين هو الأحق بتلك المناصب، أكيد أنه سيطالب بحكم ابن تلك المنطقة وكل القوانين وكل المراسيم
في الدولة الجزائرية تقول أنه نعطيك الأولوية هي لابن المنطقة مع عدم إهمال المناطق الأخرى. معليش، هذا الجزائر كلنا أبناء الجزائر، صح. ولكن هنالك أيضا أولويات الآن حتى في الجانب الفلاحي، نتمنى أن تكون يعني ولاية الجنوب جنة خضراء، لكن هنالك أيضا بعض العراقيل اللي تخلي لأنه مكلف اليوم، مش الشاب اللي يكره لا موجودة هذه لا موجودة أكيد نقر بها والجميع يعترف بها أن كثير من الشباب يهربون ويتهربون من عمل في الفلاحة، لكن هي قضية أولويات. هنالك الشاب الذي يريد أن يشتغل في الفلاحة، هنالك الشاب الذي يريد أن يشتغل في الشركات البترولية نظرا لعدة امتيازات وما شابه ذلك، وهنالك من يريد أن يعمل في الإدارة نظير الشهادة التي هو متحصل عليها. إذن هي قضية أولويات. نتمنى من خلال هذه اللجنة الوزارية، لأنه أكيد الشباب ليس كل الشباب تقريبا يطلبون العمل في لجان في الشركات الأجنبية. أنا أعرف بعض الشباب فقط يريدون بعض المساعدات من خلال إيصال الكهرباء ومن خلال حفر الأبار الارتوازية من أجل تقوية العمل الفلاحي والزراعة في الجنوب، لأنه نحن نتوجه إلى هذا التوجه نحو الاستثمار في الجانب الفلاحي والزراعي خاصة في ورقلة، وحتى الشمندر السكري راه ينتج اليوم هنالك بعض المنتجات تنتج في وادي سوف، في ولاية وادي سوف هنالك بعض المنتجات في المنيعة أيضا. يعني الأمور متوفرة لكنها قضية أولويات، خاصة قلت عندما الشاب يعني يشوف روحه أنه يصل إلى سن متقدم 40 سنة، تخيلي 40 سنة ما زال يعني لم يبني حياته، 35 40 45 سنة، ويجد أنه شاب ما زال ما عندوش كيفاش يأمن لقمة عيشه. هنالك بعض الشبان متزوجين لديهم تقريبا أبناء، لديهم عائلات، مسؤولين على عائلات، هنالك من هو متزوج وهنالك من هو مستأجر بيت يعني كثير من الأمور. نتمنى اليوم حقيقة من الحكومة من خلال هذه الوزارة هذه أو اللجنة القطاعية أن تضع يديها على الجرح وتعيننا على أداء المهام والمساهمة في تقليل من الاحتقال الموجود في ولاية الجنوب خاصة. للحديث بقية أستاذي بعد هذا الفاصل، مشاهدين. حاب تقوي مناعتك ما تلقاش خير من زنك اسي فارما، اللي يقول زنك يقول زنك اسي فارما. لا كونستيباسيون قلقاتك، لاكتوفيبر ضربه ضربه. حاب تقوي مناعتك ما تلقاش خير من زنك اسي فارما، اللي يقول زنك يقول زنك اسي فارما. عدنا مشاهدينا الكرام، نحن دائما في مناقشة موضوع استحداث اللجنة القطاعية لتسيير ملف التشغيل، خطوة ربما ستكون ناجحة نحو حلحلة مشكل الشغل في الجنوب والولايات العشرين. أعود إليك أستاذ هنوني، اليوم تبسيط الإجراءات وعصرنتها في هذه اللجنة أمر لابد منه للاستغناء عن الطرق التقليدية وبالتالي تسريع وتيرة التشغيل. قضية تبسيط الإجراءات أولا هو يدخل في صميم يعني صميم مخطط عمل الحكومة اللي رانا دركا في البرلمان رانا في صدد مناقشة، وبالتالي قطاع التشغيل وقطاع خاصة طلب التشغيل يجب انه يدخل يعني في الـ في الـ في الـ في الـ يدخل يعني في هذا الجانب، هذا انه لازم له عصرنته بادخاله يعني في الاداره الالكترونيه. لماذا؟ لانه احنا اليوم العروض لازم تكون شفافيه، اذا كانت تكون فيها شفافيه في منح العروض، في دراسه العروض، في تسجيل البطالين، كل بطال يتسجل على اساس المستوى اللي عنده، إذا عنده مستوى ما عندوش مستوى، عنده شهادة، عنده كفاءة، عنده يكون فيها يعني كيم يعني على سبيل المثال الوسيط اللي راه يعملوا به الآن، ممكن كاين من بين الجمعيات حقوق البطالين اللي يقول لك هذا الوسيط هذا لازم له إعادة كيما اكتياليزاسيون تاعو، ممكن كاين فيه نقائص عديدة اللي لازم هنا يدخل، لازم حتى هذه اللجنة القطاعية هذه يدخل في صميم عملها
انه قضيه اجراءات اللي راهي تمشي بها الان وكالات التشغيل لازم اعاده النظر فيها، لازم اعاده الـ 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 لازم اعاده النظر فيها، لازم اعاده كما نقولوا اعاده الاكتواليزاسيون تاع الابليكاسيون هذه تاع الوسيط على حسب يعني متطلبات يعني الولايات الجنوبيه. طيب استاذ هنوني، اعود اليكم استاذ صالحي. اليوم هذه اللجنة القطاعية وجب أن تركز جهودها على تنظيم وتأطير سوق العمل بما يتماشى مع العرض والطلب، كذلك غيرها من اللجان. أكيد هذا أولا يقع، هذا يقع أولا على الشركات في حد ذاتها، لأنه الشركات عليها أن تحصي عدد المناصب التي تحتاجها سنويا، عدد المناصب التي تحتاجها يعني خلال سنتين خلال ثلاثة، نظرة استشرافية يجب أن تكون لديها. من المفروض اليوم تنسيق بين هو الحلقة المفقودة، أنه لا يوجد تنسيق بين كل هذه القطاعات، وبالتالي القطاع هذا قطاع الشغل والتشغيل أصبح هنالك فيه فوضى وفيه تجاوزات. من المفروض تكون هيئة رقابية، والمسؤول الأول هي مديريات ومفتشيات التشغيل والعمل على مستوى الولايات، ولكن نظرا لكون هذه المؤسسات احيانا حتى لا تحترم قوانين الدوله الجزائريه وتتجاوز قوانين الدوله الجزائريه، ومن هذا المنبر وعلى اثر تشكيل هذه اللجنه القطاعيه نتمنى من الدوله الجزائريه ان تبسط يدها على هذه الشركات بما فيها الاجنبيه بما يخدم المصلحه الجزائريه اولا، وبالتالي التحيين الدوري لطالبي العمل، تحيين ايضا من خلال الوكالات هذه يجب ان تقوم بالتحيين الدوري لفهرس طالبي العمل وتنقيته، لأن هنالك من هو يعمل ويريد أن يعمل في شركة أخرى يتبع الراتب، هنالك من هو تاجر ويريد أن يعمل، هنالك أيضا تحايل نقر به ويقر به الجميع، بمعنى حتى لا نلقي فقط اللوم على هذه المؤسسات، ولكن نريد أن يكون هذا الإشكال يعالج في إطار سياسة عامة من خلال ربما هذه اللجنة، لأنه اليوم سئمنا من هذا الوضع، وبالتالي هذه اللجنة تنتظرها تقريبا مسؤولية كبيرة. أيضا البطال والشاب في ولايات الوطن وخاصة ولاية الجنوب يجب أن يتحمل مسؤوليته ويكون على دراية بهذه القوانين، ومن بين الحلول التي يعني ندفع إليها أو نقر بها أو نقترحها تقريبا على هذه اللجان هي تعديل قانون العقوبات، وتكون المتابعات الشخصية للمسؤولين والأعوان اللي في الشركات، لأنه لا أتابع الشركة كل مسؤول وظف أشخاص بطرق ملتوية وغير قانونية يعاقب شخصيا. هكذا حتى نعيد للدولة هيبتها ونعطي الأحقية والمصداقية لما يقوم به تقريبا أو ما تقوم به مختلف المؤسسات، سواء كانت لأنه كاين ناس نضاف في الوكالات، كاين ناس نضاف في الدولة في المؤسسات، كاين ناس نضاف ومحتاجين أيضا في المؤسسات هذه والشركات، وبالتالي الجزائر قلنا يبنيها الجميع، و تضافر الجهود أصبح مطلوبا للقضاء على هذا الملف وحله بصورة جذرية ونهائية. الشفافية التي تحدثتم عليها وعليها والاحتيال كذلك لعلمه العام والخاص كذلك، ألا تعتقدون أن الرقمنة ستقضي على كل هذه المشاكل أستاذ في هذه القطاعات؟ بالإضافة إلى الرقمنة لازم تكون أساليب الردع. أساليب الردع تتمثل في أنه تكون إجراءات يعني إجراءات على سبيل المثال في الوقت الراهن، مثلا مفتش العمل لما يجد أنه مؤسسة خرقت يعني خرقت يعني من البنود العقد بنود العقد ولا التشغيل ولا الأخر، واش راح يترتب عليها؟ يترتب عليها أنه يسجل لها مخالفة وتروح للمحكمة يعطولها غرامة مالية. المؤسسة راهي خرقت بنود التشغيل على أساس أنه وظفت أشخاص بدون المرور على وكالة التشغيل بدون قيام بعرض عمل على مستوى وكالة التشغيل، وخلصت غرامة مالية وتقعد تتكرر في نفس الأمور، وبالتالي حتى أساليب الردع على مستوى يعني العقوبات الردعية لازم أنها يعني يكون فيها مراجعة، يكون فيها يعني عقوبات ردعية على مستوى يعني ملف التشغيل. بالنسبة للرقمنة، الرقمنة هو جانب اللي لازم انه يكون فيه إعادة النظر ويكون فيه يعني على مستوى سواء
وكالة تشغيل أو رقم حتى يعني المصالح الأخرى اللي عندها علاقة بالتشغيل كمفتشية العمل مثلاً كرقابة هي الرقابة على يعني في المؤسسات في حالة خرق يعني هذا النظام التشغيل هذا، وبالتالي وإعطائهم يعني مفتشية التشغيل العمل ما عندهمش حتى الوسائل، يعني على الأقل يوفروا لهم وسائل العمل، يوفروا لهم وسائل اللي يقدروا يتنقلوا بهم، وسائل اللي يقدروا يراقبوا بهم المؤسسات، هكذا إن شاء الله يكون فيها يعني على الأقل يعني كما قلت لكم في البداية ممكن يتحلحل هذا الملف بنسبة 30% 40% إن شاء الله يا رب. أستاذ، ألا تعتقدون اليوم أنه القطاع وحده لا يكفي من أجل حلحلة هذا المشكل، وإنما يجب أن تتضافر الجهود كلها بين القطاعات من أجل حلحلة مشكل الشغل في الجنوب؟ نعم، وهذا ما أكدنا عليه وطلبنا به من خلال الجلسات التي جمعتنا والاجتماعات التي جمعتنا بالوزراء، أكدنا على أنه الملف هذا راه كثير من الجهات يعني مساهمة في تحفين هذا الوضع، وبالتالي الحلول الجذرية تتطلب إشراك جميع القطاعات. عندما أشرك اليوم مؤسسة التكوين المهني اللي هي سوق موجهة أو هي عبارة عن حاضنة أو يعني منتجة لسوق العمل، عندما أشرك القطاع الفلاحي وزارة الفلاحة، عندما أشرك أيضا وزارة الصناعة، وأشرك كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنه الآن في حتى اقتراحات أن تتحمل هذه المؤسسات المتوسطة والصغيرة جزء من توظيف، ربما كل مؤسسات لديها طابع اقتصادي أو توجه اقتصادي ستساهم لأنه سوق العمل، لأنه ملف الشغل اليوم وراه كل في الجزائر، لكن في الجنوب لديه وضع خاص لأنه فيه تجاوزات وفيه حقيقة توظيف للنفوذ، فيه توظيف للنفوذ. تخيلي لحد الآن هنالك تقريبا 11 بطال في المؤسسة الوطنية للتنقيب بمدخل مدينة حسي وسعود منذ 7 شهور هم راهم معتصمين لحد الآن. نفس الأمر في المؤسسة الوطنية لحفر أبار البترول، ما يزيد عن 30 شخص يعني معتصمين أمام الشركة، وهذه الشرائح كلها تخيلي قاموا بعملية تكوين لمدة سنتين ونصف، ومن الأفروض أن تمنح لهم الأولوية ومنحت لهم بعض الوعود، أعطيت لهم بعض الوعود من أجل توظيفهم. يا عجبة، هل أنه هذا المواطن أو هذا الشاب اللي قام عندي بتكوين الأولوية ليه؟ ولكن لحد الآن راهم أمام شبح البطالة، وراهم صيفا شتاء راهم يواجهوا في كل الأخطار ويواجهوا في كل الأخطار أمام هذه الشركات، أيضا بحوض الحمراء بحاد بحسي بركين في بركاوي، كل هذه الأمور تحتاج إلى تضافر الجهود، لكن تبقى اليد الكبيرة والطويلة للدولة. أنا قلت أنه اليوم في الجزائر الجديدة ونحن ننادي بهذا الشعار ونتمنى أن يكون هذا الشعار على أرض الميدان، نريد للدولة أن تستعيد هيبتها، نريد للمواطن الجزائري أن يستعيد هيبته، وذلك لا يكون إلا من خلال إعطاء لكل ذي حق حقه وتحقيق العدالة ومتابعة كل شيء. أكيد أننا الجزائر لن نستطيع أن نغيرها بين ليلة وضحاها وبين سنة وأخرى، لأنه ورثنا تركات ثقيلة، ورث كل الوزارات كل المؤسسات ورث، والمواطن أيضا والمجلس الشعبي الوطني كلنا ورثنا تركة ثقيلة ملغمة بالمشاكل ومفخخة يعني ومعالجتها. كل قطاع ينخر هو الفساد من 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 جهة، أكيد. وفساد 20 سنة ما نشرح نقضوا عليه، أكيد. في عام أو عامين يعني لازم له فعلا يعني تنقية من الأعماق، تنقية ومعالجة جذرية وتقديم تضحيات وتقديم تنازلات من أجل الجزائر. وهو كذلك أعود إليك أستاذ هنوني حتى نختم هذا النقاش اليوم. أمام هذه اللجنة تحد كبير، ألا وهو حلحلة مشكلة الشغل من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ كذلك على استقرار هذا الوطن. والله بالنسبة لهذه اللجنة القطاعية احنا نتمنى إن شاء الله يخرجونا برؤية موحدة لرفع كل العراقيل المسجلة في بخصوص ملف التشغيل، وكل حسب قطاعه، لأنها فيها جميع القطاعات تقريبا اللي عندها علاقة بالتشغيل من فلاحة، صناعة، مؤسسات مصغرة، التكوين المهني. احنا ان شاء الله متفائلين خير، وان شاء الله يعني احنا انا رسالة أخيرة
رسالة أخيرة اللي راني نوجهها للشركات، شركات اللي عاملة على مستوى الجنوب عامة، إنه يعني يرحموا لنا البطالين تاعنا، يرحموا الشباب. هذا يعني بتوفير مناصب الشغل، على الأقل مناصب الشغل، يعني برؤية، يعني كما نقولوا ما كانش شركة اللي ما عندهاش كما نقولوا استشراف يعني للتوظيف نتاعها على مستوى سنة سنتين ثلاث سنوات، وبالتالي يعني على المدى البعيد. احنا درك الحمد لله يعني البطالين راهم بمستويات مختلفة، من اللي ما عندوش مستوى اصلا حتى اللي عنده دكتوراه تقريبا. يعني الحاجة اللي يطلبوها المؤسسات ولا الشركات يلقاوها. ونداء اخير يعني تقريبا، يعني نقطة اخيرة، رسالة لازمني نوصلها، اللي هي تخص يعني سلك الشؤون الدينية اللي راهم يعني في يخدموا ما قبل التشغيل، يعني في الإمامة والله في الإقامة والله قائمين على الشؤون الدينية، والله أنه يدخلوا يعني يتوظفوا على كيما القطاعات الأخرى اللي راه يعني مسها التوظيف يعني، وفتح يعني إذا كان هناك إمكانية أنه يتفتح يعني التوظيف يعني عن طريق الإدماج يعني ثانية، راه متنفس، راح يكون متنفس يعني البطالين تاعنا. شكرا لك أستاذ هنوني محمد النائب عن ولاية إليزي. ومعك كلمة أخيرة أستاذ صالحي. والله أولا نستبشر خير من خلال تشكيل هذه اللجنة، لأننا انتظرنا طويلا، والجنوب والجزائر وورقلة خاصة عانت الكثير، ما كانش استقرار اجتماعي. أكثر منطقة فيها احتجاجات على المستوى تقريبا العالمي، احتجاجات بالألاف حول هذا الملف في السنة. الآن سئمنا، نريد أن نغير الأوضاع، والتغيير لا يكون إلا من خلال توفر إرادة سياسية حقيقية، وهو من لا نشك فيه، مع يعني بيان ووضوح الصورة الآن أن هنالك نية إن شاء الله، وبالتالي هذه النية أيضا تقتضي الصدق وتقتضي توحيد الجهود. ونطمئن رسالة أيضا لشبابنا سواء على المستوى الوطني أو في الجنوب وفي ورقلة، نطمئنهم بأننا وكلتمونا مسؤولية ونحن لها، وسنكون بإذن الله الصاهر والناقل لكل انشغالاتكم. وبالتالي نتمنى خير من خلال تشكيل هذه اللجنة، ونتمنى أن تكون إرادة سياسية حقيقية في معالجة هذا الملف. إن شاء الله. نشكركم جزيل الشكر أستاذ صالحي عبد الرحمن نائب عن ولاية ورقلة، أعود شكر كذلك الأستاذ هنوني محمد نائب عن ولاية إليزي عن حضوركم معنا وعن مشاركتكم إيانا هذا النقاش. إن شاء الله تفرج على كل شباب الجزائر، مش فقط في الجنوب، لأن الجزائر يد واحدة بشمالها بجنوبها بشرقها وغربها. مشاهدينا الكرام، بعد فاصل الشق الثالث من نقاشنا.